يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يرفع صوته ويرتل قراءته في الصلاة السرية كالظهر والعصر؟ هل هذا خلاف مشروع؟ السنة، هذا خلاف السنة، يرفع صوته في صلاة النهار هذا خلاف السنة، صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية، إلا الجمعة والعيدين والكسور يجهر فيها القراءة في النهار. نعم.